الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم خير مما تشركون. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا مجعل خلال أنهارا مجعل نهارا واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم عمون. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بحكم بينهم إنه هو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع قول عليم خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن جعلنا الليل والنهار يسكنون فيه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء فمن اهتدى فإنما اهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. كل الشعب رضعت في هذكم ليتكم الله برحمتي ويسكن المسيح جنتي ويجعل الله عظيم والذكر الحكيم انه فوركم وريحان وجنه نعيم يا رب ارحمنا فوقها وارحمنا تحتها واجعل الجنه مقواها واغفر لنا ولاها وانصر الملكيه وصعب الجلاله نعزهم من النار ويرزقهم الصبر ويعفهم اجرهم لله ما اعطى ولله ما اخذ كل نفس ذائقه الموت صالح والدينا والديكم الدعاء لصاحب جلالة سنتمنى الله وطلب الله تعالى إنه هو الحضور الكريم لهذه الجمعية للسيدة ماما حسنة جمعة رمور سنطلب الله تعالى يشفي لنا صاحب جلالة يشفي الرياويين ويصبر المنبياء ويعدهم آجروا وعلى أسمعيتهم ويطلبوا العمر ومالك البخارى الكبير الصغير مالك الفقير الغني الله تعالى يعطي صحته ويطول لي عمره ويعطي النظر بهذه الامه اللي ضاعت ليه وضاعت لي غيره وضاعت لنا حنا الله يصبر الصبر والوليدات ديالو والعائله ديالو والاميرات والاب المرشي والاب ولي العهد الله يرزقهم الصبر ويعطيهم نظرهم الله يرزقهم الصبر والصلوات الله تعالى يرزقهم الصبر الكثير والاجر الكبير الله يرحم ولدينا وليكم ولدينا اجمعين الله تعالى يطول عمر صاحب الجلاله الله يزيد عمره الله يعزز حياته الله يشفيه ويعافيه ويعين الله تبارك وتعالى يعظم اجره البقيه اللي ضاعت لي الله يعظم اجره الله يرزقه الصبر الله يرزقه الصبر الكثير والاجر الكثير وهذا الفضل الكريم ولدينا ووالديكم الله يرحمهم ووالديكم الله يرحمهم الله يرحم الجميع جهنم الشفيع اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه